أسباب خسارة المنتخب السعودي. طبعا أول حاجة العامل البدني، لأن واضح إن المنتخب السعودي اتعصر بدنيا في المباراة الأولى وفي المباراة الثانية أمام المنتخب الأرجنتيني والمنتخب البولندي. طبعا انتحار بدني. النهاردة السعودية للأسف بتخسر كل الكرات المشتركة، بتخسر كل سباقات السرعات، بتخسر الكرات العالية، بتخسر المرتدات. فللأسف العامل البدني كان وجهة نظري عامل رئيسي ومهم في تفوق، رغم ان السعودية سبحان الله هي اللي سجلت جول في الاخر، عشان بس ده جه من اندفاع المكسيك اللي هو خلاص بقى كله طالع للهجوم، اللي هو وده يبين لك ان المنتخب السعودي ما كانش متكاسل في الماتش الثالث، يعني مش ضامن التأهل ومتعالي على الكورة، هو مش قادر ومنطقي يعني مفهوم، اصل في الاول في الاخر انت داخل بدنيا قدام منتخب فعلا مزعج جدا بدنيا، وثانيا احنا كلنا عارفين ان بقدر يعني برضو الاصابات دمرت العمق بتاع قائمة السعودية، اللي هو في الاول في الاخر في فوارق، يعني انت مش زي منتخب فرنسا بتنزل، يعني فرنسا شخصيا لما غيرت الفرقة كلها اتصابت بالظبط، فانت النهاردة بتلعب باتنين ارتكاز خسرت يعني فانت النهارده بتلعب بفرقه مختلف فيها لعيبه كتير جدا بسبب الاصابات اللي حصلت في المباراه الاولى والثانيه. فيعني بشكل عام الاسباب بالنسبه لي اللي تعرض عشانها المنتخب السعودي الخساره جايه من ان الفريق كان عنده اندفاع في الشق الهجومي لدرجه حرمته من الكرات الثانيه، الوينجين ما كانوش بيردوا يدافعوا مع الظاهرين خالص، بالذات في الشوط الاول بالذات في الشوط الاول هو اللي خلص السعوديه في رايي، يعني هو اللي ايه فتح الباب قدام منتخب المكسيك ان هو ياخد المباراه لاتجاه تاني خالص، لان السعوديه كانت داخله في الشوط الاولاني حاسه ان هي ممكن تركب الجيم، وبعدين ابتدى يسحب منها واحده ورا الثانيه، علي البليه اتصاب، فالراجل اضطر يطلع سعود عبد الحميد اللي كان مفاجاه انه يلعب في عمق نص الملعب، هو كان بيلعب يمين وشمال جنب علي الحسن، اضطر ان هو يوديه باك ليفت مكان البليهي اللي اتصاب وطلع. فطبعا يعني الراجل مش عارف يلاقيها منين ولا منين، وكان في لعنه في الحته بتاعه الباك ليفت اللي بيلعب في منتخب السعوديه، شفنا الشهراني ربنا يشفيه في مباراه الارجنتين والاصابه العنيفه اللي اتعرض، والمكسيك زي ما انت بتقول كانت مذاكره يعني طبعًا. فضلت مركزه على الجبهه دي جدا. فدي النقطه ولوزانو عمل ماتش مزعج جدا بصراحه، والجزء الثالث كان مرتبط بالكرات الثنائيه بسبب زي ما قلت لك ان الوينجين ما كانوش بيضموا في العمق يساعدوا الارتكازين بتوع السعوديه، الارتكازين ما كانوش في احسن حالاتهم خالص في وسط الملعب، فبالتالي ده كله اثر على المنتخب السعودي بالسلب. ولكن احنا كنا جايين نعمل اللقطه كانت ممكن تتعمل بالوصول لدور 16، ولكن اتعملت في مباراه الارجنتين وخلاص على كده. والحاجه الغريبه ان السعوديه كانت الفريق اللي فجر المفاجآت في كاس العالم، واللي ابتدى يعمل عارف الدومينو افكت اللي هو كل المنتخب الصغيره تحلم، فتبتدي يقوم اليابان كسبانه المانيا، المغرب عامله ماتش على كرواتيا، وبعد كده كسبانه بلجيكا وهكذا، تونس تكسب فرنسا، وبعد كده بعد ما كانت الدنيا ماشيه في الاتجاه ده فجاه احنا بننهي المجموعات بمنتهى الامانه لحد دلوقتي بشكل تقليدي روتيني بحت، اللي هو المنتخبات الاقوى بس هي اللي كسبت، هولندا، السنغال، المجموعه الثانيه كان فيها انجلترا وامريكا، اي حد حلم هو خرج في النهايه، فبالتالي هو برغم ان الحلم كان هو المسيطر على الجوله الثانيه بس يبدو ان الواقعيه هترجع للجوله الثالثه. يعني انت شايف ان ده مونديال الكبار؟